تحدثها؟ أين هي مما تقول وتفعل؟ أين هي مما تريد تحقيقه في هذه الحياة؟ معظم الناس عندما يسألون عن هدفهم لا يستطيعون الإجابة. إنهم لا يعرفون ما يريدون تحقيقه في هذه الحياة. إنهم يسيرون بلا هدف. تخيل أين ينتهي المطاف بأولئك الأشخاص. بالأغلب هو مكان لا يرغبون به، ولكن أنت مختلف. أنت الآن موجود هنا في هذه الدقيقة وفي هذه اللحظة. أرجوك فكر في حياتك، فكر بأهدافك، ما الذي ترغب بتحقيقه في هذه الحياة. واعمل به. الأيام تمضي ولا نشعر بها. سوف يأتي عليك يوم تندم، حيث لا ينفع الندم. ابدأ اليوم، لا يهم أين أنت الآن، لا يهم كم عمرك، لا يهم إذا كنت غني أو فقير. في مكان لا ترغبين به؟ هل أنت في عمل يجرعك المهانة كل يوم؟ كم حياة سوف نعيش؟ ما بقى في العمر أكثر مما مضى. هل تعلم ما أكثر جملة تتكرر في دار المسنين؟ إنها جملة كنت أتمنى أن كنت أتمنى لو أحببت أكثر. كنت أتمنى لو حاولت أكثر. لا تحمل أحلامك المؤجلة معك إلى خريف العمر. فكر في حياتك الآن. الله المدبر الأمور، توكل عليه وامضي. لا تدفن رأسك في الأرض كالنعام. أعرف أن الإنسان بطبعه لا يحب التغيير، وأن الراحة هي فيما تعود عليه، ولكن أطلق العنان لأحلامك. قل قم بإزالة عن قلبك وروحك، وسوف ترى المكان الذي تستحقه، المكان الذي صمم لأجلك في هذا العالم. الهدف ليس بالضرورة أن يكون ماديا. يمكن ببساطة أن تقول لنفسك: أنا أستحق أن أستيقظ الصباح مرتاح البال. ممكن أن يكون خسارة بضع كيلوغرامات تجعلك تتنفس براحة أكثر. ممكن أن يكون إنهاء علاقة تميتك في اليوم 1000 مرة. لا تبخل على نفسك بهذه الدقائق المحدودة يومياً. دقيقتان الآن. نعم الآن. أغلق عينيك وفكر، ما هو الشيء الذي ترغب بإنجازه أكثر من أي شيء آخر؟
بدقة. أزل الصدأ عن عزيمتك ويقظ عقلك حتى تستطيع التفكير. أريدك أن تسأل نفسك هذا السؤال: إذا بدأت اليوم، أين سوف أكون بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة؟ ارسم الصورة في عقلك وامضي نحو. لا تقول غدا، لأنك قلت هذه البارحة وقبل البارحة وقبل وقبل. قم باكتشاف مكانك في هذا العالم. الأفضل. أنت مخلوق فريد، ميزك الخالق عن ملايين البشر، فلماذا تريد أن تلعب دور الصغير؟ هناك دور أكبر ينتظرك في هذا الحياة. الأشخاص الذين حققوا أحلامهم لا يختلفون عنك بشيء، ولكنهم آمنوا بجمال أحلامهم وسعوا لتحقيقها. ابدأ اليوم والنهاية الجميلة مرسومة في ذهنك. امضي نحوها خطوة صغيرة كل يوم، وسوف تكتشف أنك قادر على فعل الكثير، وأن شماعة أعذارك لم تكن يوما حقيقيا، أن سارقين الطاقة من حولك لم يكونوا يوما يرغبون أن تصبح أفضل منهم. راجع علاقاتك، احفظ أولوياتك، ولا تجعل الأفكار السلبية مكانا تتسلل إليه. ارفق لنفسك